اهلا بيكم في قناة ضد كروشيه. انا نانسي، والنهاردة هنعمل مع بعض الايس كاب. ده من ابسط واسهل الايس كاب اللي ممكن تعمل. ممكن نعملها زي ما انا عاملاها كده بغرزة العمود، ممكن بنص عمود، ممكن بغرزة الحشو. انا حبيت النهاردة نعملها بغرزة العمود ونقول كل التكات اللي ممكن تتعمل فيه عشان يطلع ناجح والمقاس بتاعه يطلع كويس. انا بحبه يبقى الحتة التانية دي فيه كبيرة كده هوت بالشكل دوت. احنا اول مقاس بناخده مقاس ارتفاع الايس كاب وبنزود عليه زي ما احنا عايزين المقاس، زي ما انا كده عاملاه. يعني هو طوله، انا بدأت طول عدد غرز بالشكل ده كده اهو، وبنبدأ نعمله ونشتغل عمود لغاية ما نوصل لدوران الراس اللي احنا محتاجينه، بنرتفع سطول لغاية ما نوصلها. هو شغله سهل جدا، مش هياخد معانا وقت، هنعرف كل التفاصيل لما تكملوا الفيديو. وقبل ما نبدأ ياريت تعملوا اشتراك لو لسه ما عملتوش، وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا نبدأ مع بعض. اول حاجة هنعملها هنعمل عقدة البداية، وهنرتفع عدد سلاسل اللي هو مقاس دوران الراس، وهنقلل منه 4 سنتي عشان الغرزة دي بتبقى مطاطية. نشتغل كده مع بعض المقاس اللي احنا عايزينه بالشكل ده. انا كده ارتفعت عدد من السلاسل، هبتدي ارتفع سلسلة واحدة بالشكل ده والف الخيط على الابرة واخش في تاني سلسلة على طول اعمل غرزة عمود، اخد الخيط واطلع. هيبقى معايا 3 حلقات، اطلع من حلقتين والف الخيط واطلع من حلقتين كده. يبقى احنا عملنا اول عمود معانا في السطر، ونحط العلامة عشان نحدده. بالشكل ده ونبدأ بقية السطر، ناخد في كل سلسلة عمود، كل سلسلة عمود بالشكل ده لغاية ما نخلص كل السلاسل اللي عندنا. بالشكل ده كده انا خلصت اول سطر عملناه كله غرزة العمود بالشكل ده. هنبتدي نرتفع سلسلة ونلف الشغل، ونلف الابرة الخيط على الابرة، ونخش في اول غرزة قدامنا نعمل عمود عادي بالشكل ده في الحلقتين. ومن الغرزة اللي بعدها هنبدأ نعمل عمود في الحلقة الخلفية، اهي حلقتين، هنخش في الحلقة الخلفية ونعمل عمود بالشكل ده تاني. هنلف الخيط على الإبرة ونخش في الحلقة الخلفية ونعمل عمود، نلف الخيط على الإبرة ونخش في الحلقة الخلفية بالشكل ده ونعمل عمود بالشكل ده. نستمر مع بعض لغاية آخر السطر، هنعمل عواميد في الحلقة الخلفية
بالشكل ده، اهي بالشكل ده، لغاية ما وصلنا لمكان العلامة. هنشيل العلامة بالشكل ده وهنعمل، هنخش بقى في الحلقتين. احنا طول السطر عملنا في حلقة واحدة خلفية، هنخش في الحلقتين ونعمل عمود. يبقى احنا كده اول السطر واخر السطر بنعمل في الحلقتين، مش في الحلقة الخلفية. هنرتفع مع بعض سلسلة ونلف الشغل ونشتغل العمود بتاعنا بالشكل ده. لو عايزين برضو تحطوا علامة عشان ما تبقوش متلخبطين، نحط علامة بالشكل ده. بعد كده هنلف الإبرة ونشتغل في الحلقة الخلفية بالشكل ده كده اهو. من اسهل طرق الايس كاب اللي ممكن نعملها وما بياخدش وقت. ممكن نشتغله بنص عمود، ممكن نشتغله بغرزة الحشو، بس انا حبيت اغير واعمله بغرزة العمود. هنستمر بنفس الشغل ده، عمود في الحلقة الخلفية لغاية ما نخلص بقية السطر بالشكل ده. وهنفضل شغالين سطور لغاية ما نوصل لدوران الرأس هنا. ده اللي هو اللي احنا بدأنا بيه، ده بيبقى طول الايس كاب. هوريكم دلوقتي هنعمل قطعة زي دي. ده المقاس اللي انا كنت محتاجاه بالشكل ده. ده الطول بتاعنا، يعني ده هنشتغل عليه كده اهوت. هيبقى كده الطول بتاعنا وهنتنيه لما نيجي نخلصه. احنا كده ده القطعة دي اللي احنا خلصناها. كده ده اخر حاجة. هنرتفع سلسلة بالشكل ده وهنجيب الخيط اللي احنا هنشتغل بيه، هنردمه في ابرة التنظيف ونبدأ ناخدها كده كده وهنخيطها بالشكل ده. هنحط كل غرزة قدام التانية بالشكل ده، وممكن ناخد كمان خيط البداية معانا. وهنبدأ نخيط كل غرزة قدامها غرزة بالشكل ده، سراج عادية اهي. بالشكل ده كده هنسرجها لغاية ما نوصل هنا اهوت. بعد ما قفلناها بالطريقة دي اهي، هنيجي بقى نقفله من فوق. هنبدأ نخش كده، نحاول نلاقي مكان كده كده بالطريقة دي. بالطريقة دي بالطريقة دي كده وصلنا للآخر. هنبدأ بقى نشد اهو.
اهو كده اهي. هنبدأ بقى نخيط بعضها كده. كده ونشد الخيط معانا. بالشكل ده اهي من فوق بقت عاملة كده. بالشكل ده من فوق نبدأ بقى نعدله. شكله حلو قوي وشيك جدا. ممكن نعمله رجالي وممكن نعمله حريمي. ممكن كمان نحط من فوق هنا هوت كرة فرو او نسيبه بالشكل ده. شكله برضو جميل قوي بالشكل ده كده هوت. متهيألي ده ابسط ايس كاب ممكن يتعمل لبيبي او لحد كبير. انا ده عاملاه مقاس 3 سنين، بس انا بصغر شوية في مقاس الراس عشان ما الغرزة دي زي ما انتوا شايفين بتوسع، فما تبقاش واسعة قوي عليها. الايس كل الايس كابات بتاعتها بتاعت دودة بتبقى واسعة عليها، ملبستين وبتبقى واسعة، بس انا عشان كده بصغر المقاس شوية. والمقاس ده في ايديكم ممكن تتصرفوا فيه، تكبروه او تصغروه، ده في ايديكم. تعملوه لحد كبير او حد صغير ده برضو في ايديكم. كده يبقى خلصنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب لو لسه ما عملتوش سبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.